مال الامازيغ ميليسا ايت علي راهي حاضره معنا لنها اليوم. صباح الخير ميليسا. صباح الخير، مبروك عليك، مباركو لك بهذا اللقب. ميرسي، الله يخليك. ربي يعيشك. بدايه يلا حتى نقربوا ليك المشاهد ليك، شكون هي ميليسا؟ من تكون ملكه جمال الامازيغ لسنه 2018؟ حبيت دابور نشكركم على حسن الاستضافه. مرحبا بك دائما. دوك نقدم روحي، انا اسمي ميليسا ايت علي، الله يبارك. في عمري 21 سنه. الله. نقرا ماناجمنت ماستر 1. كاينين بزاف قالوا لي باللي 21 سنه كيفاه راكي تقراي ماناجمنت. عندي ناني دافونس دونك فوالا، سي بور سا حبيت نفهم لهم هاد النقطه. النقطه يعني يلا ميليسا، يعني كيفاش شاركتي في مسابقه ملكه جمال الامازيغ؟ انا من الديبي كنت في الدومين هذا، استادير كنت نخدم مانكا موديل. بعد j'ai eu l'idée de participer dans un premier lieu Miss à la région ديالي، parce que je suis d'origine de Michelet, عين الحمام، منطقه من تيزي وزو. Et j'ai eu le titre en 2017. Après هذا العام قلت pourquoi pas je vais avancer نزيد pour un autre titre national ou international. J'ai participé في هذا le concours والحمد لله وافقني الحظ، انا اللي ديتها. الحمد لله. يعني كنت تتوقعي انك راح تفوزي يا ميليسا؟ يعني اي طفله كي تروح تبارتيسيبي دون ان كونكور تقول في روحها ان شاء الله نديها، ما تكونيش متوقعه ديراكتومون بلي تديها، باسكو توجور تكون المنافسه في الكونكور. اكيد اكيد. يعني وانت بالنسبه لك ميليسا، واش هي معايير الجمال من وجهه نظرك؟ دابور وجهه نظري يعني نشوف انه الجمال لازم دابور نحكيو على جمال الروح، يعني الجمال الداخلي، ماشي برك جمال خارجي. لانه الجمال الداخلي يعكس الجمال الخارجي. ايوه، لازم يعني العبد يكون عنده عقليه مليحه، يكون عنده النيه، يكون عنده اون فورت بيرسوناليتي، يكون سونسيبل كوميم على لاسبي هومان، بزاف حوايج افون تو. بي ابخي لاسبي فيزيك يجي، باسكو سي نورمال، تو الموند ات اتيري بار لاسبي فيزيك. صح صح. يعني وكيفاش كانت انت بالنسبه ليك نقولوا اجواء المنافسه والتباري بين المنافسات اللي كانوا ليك في هذه المسابقه؟ فرانشمون المنافسه كانت قويه بزاف، لانه بنات الامازيغ مشهورين بالجمال. صح، مشهورين بالجمال، كاينين بزاف بنات، يعني دي برونيت دي بلوند بزاف، و توت لي في اون في دو لور ميو. باه وحده تدي لو تيتر لازم دير كاع اللي فيها. اي ابخي لو جوري خيرني انايا. يعني كانت الكلمه الاخيره للجنه التحكيم، ونحكوا كذلك نعاودوا نرجعوا الى مجال الدراسه نتاعك ونشوفوا انه يبعد كثير على مجال ملكه الجمال. يعني كيفاش قدرتي انك تربطي بين هذا يعني المجال ومجال الدراسه نتاعك؟ فرانشمون انا المجال الدراسي تاعي ماناجمنت، انا نشوف فيه بلي قريب شويه لهذا الدومين، لانه ميم ماناجر يعني يحتاج يكون عنده ان كاريزم، يحتاج يكون عنده لو سونس دو كومونيكاسيون، يحتاج يكون اليز مع الناس. سو انا نمزج بيناتهم، شغل هذا الدومين يعاونني من في قرايتي. نكون اليز كي ندير لي زيكسبوزي تاعي باغ اكزومبل في الفاك، بزاف اليز الدومين هذا عاونني. وما نكذبش عليك، ما نخلطش بين قرايتي ودومين بروفيسيونيل. دومين بروفيسيونيل سي حاجه حبيتها، سي اون باسيون، وقرايتي لازم نقرا دونك. وحاجه ميم قرايتي الدومين تاعي اللي تبعته نحبه لا فيغيتي. وبالنسبه للاسره نتاعك، يعني شجعاتك حتى يعني تشاركي في هذه المسابقه؟ اون باسون باغ الاسره تاعي نسلم كاع عليهم ونقول لهم ميرسي بوكو، نشكرهم بزاف باسكو هما اللي عاونوني. يلمون كوراج بزاف في هذا الدومين، باسكو واعر في الجزائر يخليوك تي بارون دون اون سوسيتي كيما تاعنا محافظه شعب وي ميزولمون اي تو، مي انا يشجعوني والديا يقولوا لي فازي تحبي حاجه ديريها. تبي يعني راكي مستعده انك يعني تاخذي نقولوا الالتزامات والمسؤوليه جديده كونك الان ملكه جمال الامازيغ؟ يعني راح تكون عندك مسؤوليات كبيره. Oui, c'est vrai que qui te connaît, tu représentes une femme amazigh parce que المرأة الأمازيغية الجزائرية معروفة بزاف حوايج. صح. اللي جاهدت في ثورات، تخدم لا كولتور، تخدم في كل لي دومين، سيونس، ايكونوميك، كامل لي دومين. دونك واعر بزاف تمثلها على كل النواحي. سي بور سا أنا قلت هذا العام كي ديت هذا لو تيتر عندي حوايج بزاف نتعلمهم، وعندي حوايج بزاف راح تقومي بهم. يعني واش هي المهام الاجتماعية أو الثقافية اللي راك راح تقومي بها خلال يعني هذه السنة كونك حاملة لقب ملكة جمال الأمازيغ؟
أنا حابة يعني نمثل الملكة الأمازيغية بكل الصفات الإيجابية تاعها، سيتادير لاسبي أومان سورتو سوسيال، يعني مانيش يعني الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي أكثر، الناحية يعني تركز عليها أكثر، نركز عليها أكثر باسكو أنا جو سوي تخي سونسيبل إي فراجيل أ سا. والناحية الثانية كولتوغال، أنا حابة ثوث ليث النار كما يقولوا عندنا، اللغة الأمازيغية اللهجة تاعنا نهضروا بها، يعني حابة نبينها يعني ان شاء الله. وحنا نتمنى لك دائما التوفيق يعني، وكذلك يعني نحكو ما عندكش طموح اقول انك تنافسي بمره اخرى يعني في مسابقه ملكه جمال او منافسات اخرى ليك؟ ان شاء الله بوركوا با وي، يعني حابه ندير دوتر كونكور ميس الجيري بوتيتر ولا نوتر كونكور انترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله. وبالنسبه ليك يعني حتى نختموا حوارنا معك ميليسا، وش هي النصيحه اللي تقدميها لكل فتاه راهي ترغب انها تقدم لمثل هذا النوع من المسابقات، وش تقولي لها؟ نقول لكاع البنات اللي حابين يعني يكونوا في هذا الدومين، لازم دابور قبل كلش يكونوا واجدين، لا بيرسوناليتي تاعهم لازم تكون فورت، لازم يكونوا يحبوا هذا الدومين، باسكو كي ديري حاجه ما تحبيهاش يبان بلي سي ارتيفيسيال، لازم تكوني تحبي الدومين تاع لا مود، تحبي تكوني فاشن، تكوني يعني كولتيفي، باسكو كاينين اللي يقولوا ملكه الجمال برك هذاك الجمال فقط. صح. لكن كاين مزايا يعني تاع لا كولتور جينيرال، تاع يعني لو سونس تاع لا كومونيكاسيون، كيفاه تهدر، كومون ريبوندر اي تو، اي اوسي لازم تقنعي لي بارون تاعك باسكو لازم تهدري لهم، اكيد تو فالور ديمونتري هما الراي تاعهم هو الاساس. اكزاكتومون فوالا. ان شاء الله وحنا نتمنوا لك دائما التوفيق، ونعاودوا نباركوا لك على هذا اللقب ملكه جمال الامازيغ لسنه 2018. يلا كلمه اخيره ليك ميليسا. حابه نقول لهم ميرسي بوكو لكامل لي زورغانيزاتور تاع ليفينمون ميس امازيغ دو موند، لانه هذا الكونكور دوزناه ان مومون اغريابل فيه وكان بزاف بيان اورغانيزي، وحابه نسلم على كاع لا فامي تاعي كساسوا لي زيتالي ولا لي ميجبير، وعلى تاتا فهيمه لا فامي نشمه كاع لا فامي تاعها، ونقول ميرسي للمون بوبليك سي باسكو سي غراس ا او كون اون اي لا اوجوردي. ان شاء الله يعطيك الصحه. شكرا لك ميليسا، ونتمنى لك دائما التوفيق في هذا السنه يعني، وانت تحملين لقب ملكه جمال الامازيغ. يلا